تلقينا في شهر يناير الماضي 2021 أن الفنان راغب علامة أصيب ببعض أعراض فيروس كورونا، منها ضيق التنفس مما جعله يدخل المستشفى. وقد طمأن الجمهور على حالته الصحية حيث نشر تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن أنه خضع للفحوصات من أجل الاطمئنان على حالته بعدما كان يشعر ببعض الأعراض. وقد قضى راغب علامة الحجر الكلي فكانت النتيجة سلبية، وتفاعل معه محبيه وأصدقائه وتمنوا له الصحة والعافية. وقد أصيب راغب علامة بعد عودته من دبي عندما كان يقضي فترة إجازة مع أسرته. نتمنى للفنان راغب علامة التوفيق في أعماله القادمة.